السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حريشات في الفرن، مذاق الكوك واليوغورت. اتمنى انكم تتابعوا الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج في هاد الحريشات، عندي هنايا كاس ديال الكوك مع مرش، كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت مع مرش، كاس ديال الحليب، نص كيلو ديال السميده الرقيقه خاصه بالحرشه، بسبوسه، عندي واحد دانون مذاق الفاني، عندي بيضه، جوج خمالات حمر وفاني. اذا بسم الله على بركه الله غادي نبدا كنحضر الحريشات ديالي. غادي ناخذ البيضه و كاس ديال سكر سنيده و ساشي ديال الفاني، كذلك غادي نضيف في هذه المرحله الملح، تقريبا نصف ملعقه صغيره، وغادي نضيف الحليب ونبدا كنخلط بعض العناصر جيدا. غادي نضيف الزيت، نستمر في التحريك ونضيف كاس ديال الكوك مع مرش، من بعد ما نترمو ليا المكونات غادي ناخد طنون مذاق الفاني، الأحسن يكون فاني ماشي نكهة أخرى، ونضيفو على الخليط ديالي من بعد ما نستجمعو المكونات ديالي ناخد السميدة ديالي. أنا عندي هنا 500 غرام، ولكن غادي نبدا كنضيف بالتدريج، وأنا عيني ميزاني. غادي نضيف خميرة حمراء، جوج ساشيات، ونبدا كنخلط. كنستمر في التخليط. انا غادي نستعمل يديا باش نشوف الكثافه ديال كل العجين ديالي، هو راه مازال خفيف، دونك انا غادي نضيف كميه ديال السميده ونحاول نشوف واش غيتجمع لي. الا تجمع هي هذيك، متجمعش غادي نضيفو الكميه اللي باقيه لنا، مع العلم ان السميده شحال ما بقات يعني كتشرب،
دونك انا غادي نكمل 500 غرام ديال السميده يلا دابا الخليط ولا عندي مزيان تجمع لي صافي ها هو العجينه ديالي تجمعات غادي نخليها واحد 5 دقائق هكا تشرب لي ومن بعد نبدا كنشكلها من بعد ما ارتحت ليا العجينه ديالي خديت هنا واحد الطبيصلات درت فيها كوك هكا باش نفند فيه الحريشات وخديت هنا السميده غليظه حتى هي باش نفند نتوما كي كتشوفوا صافي شربت دابا غادي نبدا كنكور فيها ونفندها نستمر بالطريقة تكورات تقريبا بنفس الحجم نفندهم بسميدة غليظة إلا مكانتش متوفرة كتافي بسميدة رقيقة هاد اللي غادي نفند في الكوك غادي نحاول نديرهم هكا كوم دي سيكار نفندهم في الكوك كيجيوهم بشكل ديال زوين مختلف على الطريقة صافي البنات انا غادي نكمل هاد العجينه ديالي بالشكل والفران ديالي انا شعلتو راه كيسخن بالنسبه للطياب ديالها غادي ندير هكا الحريشات من التحت والعافيه من الفوق حتى يتشقوا ليا وعاد نردها من الفوق وتيطيبوا نقدموهم بالصحه والراحه نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم الى عجبكم ما تنساوش تخليو ليا لايك تشتركوا معايا في لاشين ديالي إذا كنتوا أول مرة كتزوروها مع السلامة.